قام رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوفد المرافق له اليوم الجمعة بزيارة إلى ملعب بوشكاش ببودابست المجرية، والذي تم إنجازه بداية سنة 1953 من طرف مهندسين ساهموا لاحقا في تصميم ملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر سنة 1975. وتقرر سنة 2014 تهديم هذا الملعب وبناء آخر على نفس الأرضية يسع لحوالي 65,000 متفرج، وقد انطلقت به الأشغال سنة 2017 وانتهت في نوفمبر 2019. ويذكر أن ملعب 5 جويلية يعد مثالا بارزا على مساهمة الخبراء المجريين في إنجاز بعض المنشآت الرياضية في الجزائر.